شعورك لو غمر الوجود بدون النية مو موجود تظن الأجود ينفع بدون الله الكرم والجود تظن الحب له معنى إذا يبعد عن المعبود ترى الماء اللي ما يسفى صعب يروي عطش لورود. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين حبيب قلوبنا وشفيعنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كل شيء يرحل إلا الخير يظل مغروسا في النفوس الصافية. صبحكم الله بالخير والعافية والبركة والإيمان، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم، وأنتم معنا في حلقة جديدة متجددة مباشرة من صباح كربلاء. هذا البرنامج يأتيكم من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 9 صباحا وعلى الهواء مباشرة ومن بين حدائق مجموعة قنوات كربلاء الفضائية. ابقوا معنا مع فقرات إن شاء الله تنال بالمتعة والفائدة لكم. على مدار ساعة ونصف تلفزيونية تشاركني في حلقة هذا اليوم الغالية سوزان. أسعد الله صباحك بالخير والعافية. إن شاء الله بكل خير وتوفيق وسداد. إن شاء الله. إن شاء الله أمل جديد وأمنيات جديدة وطاقة جديدة إن شاء الله. إن شاء الله. الجو يساعد على هذا الشيء. بالفعل. صراحة. إحنا تحدثنا قبل قليل بأنه الجو يعني لطيف بهذه الفترة، وما أنه يعني عطلة نصف السنة إن شاء الله نستغلها للزيارات وقضاء كم جميع الحوائج أحسنتم. سيفرح قلبك رغم الأنين وتزهر فيه ورود الأمل، ومهما غصصت بمر السنين ستغدو الحياة بطعم العسل. فثق بالإله العلي العظيم وأحسن بظنك مهما حصل، وزود حياتك في كل حين بزاد الصلاح وخير العمل. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الأكارم بكل خير، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن نوفق لخير الأعمال وأن نتمها على أتم وجه. سنكون معكم مشاهدينا الأكارم في برنامج صباح كربلاء إن شاء الله مع فقرات متنوعة، لنبدأ باستعراض أبرز الفقرات التي سوف نتناولها في حلقتنا لهذا اليوم. أولى الفقرات أخلاق إسلامية ربانية مصدر، كيف لنا أن نراعي تطبيقها في كل الأحوال؟ في فقرة وصايا نتعرف على الإجابة مع السيد إحسان المسوي. والترف العصري آفة تهدد الكيان الاقتصادي للأسرة، نتعرف عن هذا الموضوع في فقرة حديثنا. وفي الركن الأخضر نتعرف على طرق العناية بنبات الأوريغاريا مع المهندس سعد الطائي. وأخيرا وليس آخرا لا تنسوا المشاركة في سؤال التفاعل لحلقة هذا اليوم، والذي يقول: ما الشيء الذي يكسر روتين حياتك؟ إذن مشاهدي الكرام، كل هذه الفقرات وأكثر تأتيكم ضمن حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. طبعا احنا على مدار عرض الحلقة نستقبل إن شاء الله إجاباتكم على فقرة سؤال التفاعل. البداية دائما هي التوكل على رب العباد، ثم الذهاب بأسماعنا وقلوبنا الولهة لحضرة سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام. بعدما نلقي التحية والسلام له إن شاء الله نزور الزيارة المخصصة ليوم الأربعاء، مشكورين أخواننا في مكتب الحرم اللي حقيقة دائما يتعاونون معنا في هذا البث المباشر، لنتشرف بالنظر إلى ضريح سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام، ثم عودة إلى استوديو صباح كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي
لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أنا مولى لكم مؤمنون بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين. أذكرك بالنبي يوسف قمر يعقوب غلب شوق الملا شوق ارتمى مغلوب جمال الجنة نعم قولي وسحر القلوب إذا يذكر جمال الله حنين يذوب حنين يذوب السلام على حجة الله على عباده وبقيته في بلاده الغائب عن الأبصار والحاضر في قلوب الأخيار كاشف الأحزان وخليفة الرحمن صلوات الله عليه وعلى آبائه ما توالت الأزمان كلنا شوق وحنين للإمام الحجة سلام الله عليه وعجل الله فرجه الشريف لذلك نذهب إلى تلك المراقد المقدسة علنا في تلك البقعة وتحديدا عند ضريح الإمام الحسين سلام الله عليه لأنه في قلب الوجع وقلب المصيبة هناك وقلب الأخيار دائما تتوجه إلى تلك البقعة المباركة فعلنا نلمح أو نشعر بفيض وجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي يدفعنا الشوق دائما للقائه فنقول كل ما يشتاق قلبي لك يا من لا أراك ألثم الأرض حنينا علني ألقى خطاك خذ سلام الله مني ثم خذ روحي فداك يا إمام العصر عجل كلنا نرجو لقاك سلام عليك من قلب مشتاق إليك
حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، ونجدد التحية والسلام لكم. طبعا بعد ما تبركنا بالنظر إلى ضريح سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك من خلال هذا الفاصل اللي اختاره المخرج مشكور لنا، نتوكل على الله ونبدأ وإياكم بفقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. طبعا استنادا على حديث الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جميل جدا اليوم يكون لدينا انتماء للوطن. طبعا الانتماء للوطن ليس فقط بالتضحية والشهادة والدفاع عن الوطن، الانتماء الحقيقي اليوم بكل شيء، بكل جوانب الحياة في اللي نعيش به في بلدنا وفي هذا المجتمع. على سبيل المثال أتكلم عن نظافة البلد. اليوم جميل أن يكون لدينا شعور بالمسؤولية وشعور بالانتماء. إذا ذهبنا، خاصة إحنا اليوم دا نعيش أيام عطلة نصف السنة، نشاهد كثير من العوائل يذهبون إلى المتنزهات، إلى المشاتل، والحمد لله اليوم ما شاء الله بلدنا غني بهذه الأشياء الترفيهية التي تروح عن النفس، عن العائلة العراقية، وبالتحديد خلي أتكلم عن العائلة الكربلائية. مشاتل كثيرة، سواء للعتبات المقدسة، الحدائق، المتنزهات، كل هذا الشيء اليوم إحنا إذا ذهبنا هناك جميل أن يكون لدينا انتماء إلى هذا المكان، بتنظيف المكان، بإضافة لمسة من عندنا إلى هذا المكان. يعني إحنا مو فقط نريد اليوم نذهب إلى مكان، نريد مكان جميل ومتنفس للعائلة العراقية، يجب أن يكون لدينا أيضا وعي وثقافة بنظافة هذا المكان. يعني أنا أتمنى إن شاء الله أثناء حديثي المخرج العزيز يعرض لنا هذه الصور حتى أتكلم كيف نرسم لوحة جميلة. اليوم خلي نتكلم عن البيت. البيت مو فقط إحنا نريده نظيف ورائحته زكية من الداخل، خلينا نعتني به أيضا من خارج المنزل، بمثلا زراعة حديقة صغيرة، نظافة باب المنزل. هذا الشيء أكيد يعكس أخلاقنا ويعكس ثقافتنا في هذا المجتمع اللي نعيش به. أحسنتم، جميل أن يكون لدينا وعي بهذا الشيء. أحسنتي، يعني في بعض الأحيان تذكرتي وطرقتي إلى مسألة مهمة اللي هي الاهتمامنا بنظافة داخل المنزل، لكن خارج المنزل يعني خاصة الباب، أو حتى لو نقول كم متر خارج المنزل، يعني خلينا نقول 3 أمتار أنت مسؤولة عليها، هذا راح يعكس أنه أنت داخل المنزل شنو؟ أكيد يعني صحيح. اهتمامش بنظافة باب المنزل وتزيينه بالورود، الاهتمام به، ممكن تقولين هذا مو ملكي ومو مسؤوليتي الخاصة والمفروض هي الدولة تكون مسؤولة عنه، ولكن هو بابش بالتالي، والزائر اللي راح قبل لا يدخل إلى المنزل راح يشوف الباب الخارجي. فأنت لطيف أنه أشياء بسيطة، على الأقل الاهتمام بالنظافة صح. وزراعة بعض الشتلات، هذا ما راح يسبب مثلا مشكلة، يعكس بالعكس مثلا نظافة هذا الشخص. نعم. يعني اليوم الإنسان مو فقط يريد بيته نظيف، سيارته نظيفة، أيضا خلي يحافظ على البيئة الخارجية. يعني أنا جميل اليوم إذا أثقف أولادي أثناء مثلا ذهابنا إلى مكان ما في داخل السيارة، من غير اللائق جدا أن نرمي الأوساخ من خارج نافذة السيارة إلى الشارع. هذا الشيء يعكس أكيد على قلة الذوق وقلة صحيح. عدم الاهتمام لهذا الشيء. إذن مشاهدينا الكرام، إذا اعتنى كل فرد منا بباب منزله وزرع شتلة صغيرة، لأصبح الزقاق الذي نعيش فيه طريقا يبعث الحياة للآخرين. فلنزرع ونعتني ولنتميز برسم لوحة فنية جميلة لنظافة باب منازلنا، فهي انعكاسة لما في دواخلها. إذن أتمنى إن شاء الله الرسالة وصلت. اليوم يجب أن نبني مجتمعنا ونبني أوطاننا بالثقافة، وثقافة أيضا الثقافة مو فقط الثقافة عند أحكيها عن الدراسة العلمية فقط، لا، يجب أن نفعل هذه الثقافة والحفاظ على البيئة الخارجية اللي نعيش فيها في المجتمع، سواء في منازلنا، سواء في عملنا، سواء في خارج عملنا، في الحدائق والمتنزهات، في الشوارع. خلي يكون لدينا مسؤولية، نساعد العمال النظافة بهذا الشيء. فإذا احنا يعني من احنا وصغار علمنا انفسنا وعلمنا اولادنا على هذا الشيء، راح يصبح
بلدنا ومجتمعنا بأحلى وأبهى صورة احنا اليوم نريدها، وأيضا يضاهي البلدان الأخرى اللي احنا نتمنى أن يرتقي بلدنا لها. إذن يرتقي بلدنا أكيد بالوعي والنظافة والتطور والازدهار. خلونا ناخذ فاصل ونشاهد جمال السويد ثم عودة إلى استوديو صباح كربلاء. مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم وإن شاء الله وصلنا إلى فقرة وصايا لنتعرف في هذه الفقرة على معلومات جدا مهمة ومفيدة تحسن وتقوم علاقاتنا بالآخرين وتعاملنا بالآخرين. في هذه الفقرة سوف نتحدث عن موضوع جدا مهم اللي هي مسألة الأخلاق. حقيقة الأخلاق هي مسألة أساسا هي كانت موجودة من قبل الإسلام، بدليل أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فبالتالي هي أساسا موجودة، ولكن الإسلام أيضا جاء بأساسيات وضعها فيما بيننا حتى تكون يعني هي أساس التعامل فيما بيننا. بالتالي في بعض الأحيان البعض يحاول أنه يتحجج ببعض الظروف أو ببعض الأحوال ويخرج عن طبيعة الأخلاق الأساسية اللي خلينا نقول هي صالحة لكل زمان ولكل مكان. فمسألة الأخلاق والتعامل مع الآخرين هي مسألة جدا مهمة، ما بيها مجال أنه أنا أقول بسبب ظروفي أنا دا أتعامل بهذه الطريقة السيئة، لأنه صدق الأمانة الأخلاق يعني احترام الآخرين هذه كلها أساسيات. أنا عندما أحترم نفسي بالتالي راح أحترم الآخرين. أكيد، يعني بصراحة الأخلاق شيء مهم جدا، يعني اليوم يعكس تربية الشخص المقابل. يعني كثير من التجارب اليوم احنا مرينا بها وكثير من الأشياء حبيناها بسبب احنا أخذناها من إنسان ذو أخلاق جميلة وذو أخلاق يعني فاضلة. كثير تشوفين اليوم للأسف من المثقفين ومن الكبار في هذا المجتمع حتى من يوصلون المعلومة إذا ما عندهم أخلاق راح تشوفين المتلقي يعني ياخذها بضيق خاطر بعدم قبول هذا الشيء. اذا الاخلاق شيء مهم جدا. يعني اليوم خلي اضرب مثال، فد مثال يعني حتى الكل يفتهم قصد كلامي
بالمدرسة إذا كان المعلم أو المدرس أخلاقه حلوة أخلاقه جميلة ينطي الدرس بروح رياضية وبابتسامة الطالب راح يحب هذا الدرس تلقائيا صحيح. أما بالعكس إذا كان المدرس اليوم شديد وقاسي راح تشوفين حتى لو معلوماته صحيحة ينفر من هذا الدرس صحيح. أصلا من يجي وقت هذا الدرس ما يحب يدخل للصف بسبب سوء أخلاق المعلم. إذن اليوم إحنا خلي نجمل الحياة بأخلاقنا بابتسامتنا. اليوم التبسم في وجه أخيك صدقة. أحسنتي. إذن أساس العلاقات فيما بيننا هي أساسها إذن الأخلاق. لهذا في بعض الأحيان نشوف علاقات نقول عليها علاقات ابتدت مع الزمن، ممكن تكون من الطفولة إلى خلينا نقول سنين طويلة. سبب قطع العلاقات والتواصل بالعلاقات والتمسك بها هو أساس الأخلاق. الإنسان مهما يكون يعني مثل ما ذكرت قبل قليل شهادته أو شكله أو ممكن وظيفته أو مركزه، لكن اللي يدوم واللي يخلي الناس هي طبعاً. يعني تتواصل وياه هي أخلاقه ولسانه وكلامه الطيب. إذا نحن تحدثنا عن هذا الموضوع بأنه لا مجال للحديث عن أنه أني بسبب الظروف أو بسبب الزمان أو بسبب المكان ممكن أنه أني أبتعد عن الأخلاق وأساس الأخلاق. خلينا نتحدث عن هذا الموضوع أكثر ونأخذ المعلومة الدقيقة مع السيد أحسان الموسوي وفقرة وصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في فقرة وصايا لهذا اليوم أحبتي سوف نتحدث عن قضية الأخلاق الحسنة. من الأمور التي ينبغي أن يراعي أو أن يراعيها الإنسان أحبتي في هذه الحياة هي الأخلاق الحسنة. لماذا عليه أن يراعي هذه القضية؟ لأنها سبب في استقرار المعيشة، معيشة الإنسان، وكذلك سبب في نشر الحب والمودة. هذه الأخلاق الحسنة تعتبر من العوامل التي تساعد على نشر الحب والمودة والألفة بين أفراد الأسرة من جهة وأفراد المجتمع من جهة أخرى. ولذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عبر عن هذه القضية وقال: لا عيش أهنأ من حسن الخلق. إذن فأحبتي في هذه الوصية نراعي هذه المسألة، وفي كل الأحوال قضية حسن الخلق علينا أن نراعيها، ينبغي أن نراعي هذه القضية في كل الأحوال. أول الانطلاقة، انطلاقة حسن الخلق تكون من داخل الأسرة. يعني كون أني إذا كنت رب أسرة أراعي هذه القضية مع الزوجة، مع الأطفال، مع الأهل، مع الأقارب والأرحام، يراعي هذه القضية. كذلك الزوجة عليها مسؤولية أن تراعي هذه القضية، ينبغي عليها أن تراعي حسن الخلق مع الزوج وكذلك مع الأولاد. الانطلاقة الأولى تكون من داخل البيت والأسرة. الانطلاقة الثانية تكون مع المجتمع. أحبتي اليوم إحنا بحياتنا هواي نلتقي بناس وهواي نعاشر ناس وهواي نحتك بناس. يعني مثلا في الأسواق أحتك مع وأتعامل مع صاحب الأسواق، أتعامل مع صاحب التاكسي، رجل المرور، عامل البلدية، هواي أكو ناس نحتك بهم في حياتنا. فهؤلاء كون نراعي معهم قضية الأخلاق الحسنة. كذلك زملائي في العمل، أحتك مع زملائي في العمل، هاي قضية إلقاء السلام والتحية على الزميل. تدرون هاي شقد إلها أثر أحبتي في داخله في قلبه؟ يعني يوم من أشوفه وأسلم عليه. وكذلك قضية المصافحة، إيش قد تترك أثر في قلب هذا الشخص؟ من أصافحه، من أسئله عن صحته، عن أحواله. أراعي قضية المواساة معه، هذه قضية جدا مهمة. فلازم يكون المعيار في التعامل مع الآخرين أحبتي هي الأخلاق الحسنة، وترك قضية التعامل معهم بالشدة والغلظة. أكو البعض وللأسف يتعامل مع الآخرين بغلظة وشدة وتكبر، وهاي القضية جدا مؤلمة واقعا. هذا الإنسان اللي يتعامل مع الآخرين بتعالي، بتكبر، بغرور، هذه قضية يؤسف عليها واقعا.
هسه هاي قد تكون نابعة مثلا من موروثات تربوية، من بيئة عاش بها هذا الإنسان. هو مرات يراعي القضية مثلا المادية والجانب المادي، فعليه أن يتعامل مع الآخرين، عليه أن يتعامل مع الآخرين، وأن تكون الضابطة في التعامل مع الآخرين هي الأخلاق الحسنة، مو تكون الضابطة هي البيت أو العشيرة. كل هذه القضايا محترمة ومقدرة، بس المعيار في هذه القضايا هو الأخلاق الحسنة. الضابطة في هذه القضية هي الأخلاق الحسنة. ولذلك في الرواية الواردة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام إنه عامل الناس، مضمون الرواية عامل الناس إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. إذن بماذا نسعهم يا أمير المؤمنين؟ قال بطلاقة الوجه. أحبتي شوف هاي القضية إيش قد مهمة، قضية طلاقة الوجه، بطلاقة الوجه وحسن اللقاء. إذن يوجد عاملان، طلاقة الوجه وحسن اللقاء. فإني تكملة الرواية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن تسعوا الناس بأموالكم. إذن بماذا نسعهم يا رسول الله؟ قال بأخلاقكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق. دمتم في رعاية الله وحفظه. حياكم الله وبياكم مشاهدي الكرام. طبعا أكيد شكرنا الجزيل إلى السيد إحسان الموسوي على ما تفضل به حقيقة من معلومات قيمة في فقرة وصايا، وهي مراعاة الأخلاق في كل الأحوال. نسأل الله تعالى أن يجملنا بأخلاقنا. إذن مشاهدينا الكرام، دعونا نتوقف لدقائق مع عباس الأنصاري بموجز الأخبار. السلام عليكم، موجز الأخبار. أتباع أهل البيت عليهم السلام يحيون ذكرى وفاة السيدة زينب عليها السلام عند مرقدها الطاهرة في العاصمة السورية دمشق، حيث توافد الزائرون من مختلف المدن السورية، إضافة إلى جموع غفيرة من العراقيين وبعض الدول لإحياء المناسبة وإقامة مجالس العزاء للتفكير بحجم المأساة والظلمات التي تعرضت لها العقيلة زينب عليها السلام خلال حياتها الشريفة وما قدمته في نصرة القضية الحسينية. العتبة العلوية المقدسة تختتم برنامج النخب العلوية الأول الذي يعنى بتطوير إمكانيات العاملين فيها. البرنامج تضمن ملتقى فكري ومخيم كشفي ومسابقات معرفية ومحاضرات في التنمية الروحية لإبراز المهارات الشخصية للعاملين في العتبة العلوية. ممثلون عن المذاهب الإسلامية فضلاً عن مؤسسات تعنى بالشأن القرآني يجتمعون في مدينة كربلاء المقدسة لمناقشة إطلاق مبادرة تهدف لتحديد يوم عالمي للقرآن الكريم. الاجتماع شهد مناقشة مختلف التحديات والعقبات التي تقف في طريق إنضاج وتحقيق هذا المشروع. العمل يتواصل بأكبر مجمع علمي وترفيهي وخدمي تشيده العتبة الحسينية المقدسة لشريحة الأيتام والمتعففين في محافظة المثنى. المجمع يضم 6 مدارس ابتدائية ومتوسطة وإعدادية للبنين والبنات، إذ وصل إلى نسب إنجاز متقدمة في الأبنية المدرسية، ومن المؤمل دخوله الخدمة بوقت قريب. المراكز الإسلامية في ألمانيا تحرص على إقامة برامج دينية باللغة الألمانية بشكل مستمر لتعريف الشباب المسلم بالعقائد الإسلامية وسيرة أهل البيت عليهم السلام.
حيث عقدت جمعية المصطفى الثقافية في مدينة شتوتغارت ندوة دينية شهدت مشاركة واسعة للشباب المسلم من مختلف المدن. مشاهدينا، كان هذا موجز الأخبار، وهذه عودة للزميلات في استوديو صباح كرملة. مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم، وحقيقة نشكر الزميل عباس الأنصاري على هذه المعلومات حول أهم العناوين الأخبارية. نتواصل وإياكم ووصلنا إلى فقرة حديثنا. في هذه الفقرة إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع جدا مهم، اللي هي مسألة الترف العصري، اللي وصلت مرحلة أنه بعض السيدات وبعض الأشخاص وتحديدا النساء باعتبارهم هم أكثر تعامل مع المنزل، وصلوا إلى مرحلة أنه يتسوقون أكثر من الحاجة وأكثر من الأمر المعتاد، بغض النظر عن سعر هذا يعني الأثاث اللي ممكن أنه تحتوي. وفي بعض الأحيان تعتبر مثلا مسألة الشراء هي مسألة تفتخر بها ومسألة تحسن من المزاج، ولكنها بالتالي تدخل في مطبات كثيرة باعتبار هي لا تستطيع الادخار، وممكن يسبب لها أنه حاجة بأنه هذا الإشباع للسعادة والرضا والارتياح ما راح يتحقق، باعتبار أنه كل ما راح نزداد بعملية الشراء راح نشعر بأنه هناك نقص وهناك العديد من الأمور اللي اختلطت علينا. حتى نعرف أسباب هذا الترف الزائد بشراء الحاجات الغير ضرورية، أسبابها وطرق التعامل معها بالشكل الصحيح، سنكون معكم وفقرة حديثنا. إذن مشاهدين الكرام، للحديث عن هذا الموضوع راح ينضم معنا مباشرة وعبر الاتصال الهاتفي الأستاذ حسنين علي، مدرب مهارات التفكير والتواصل. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ، وأسعد الله صباحكم بالخير والعافية. اليوم احنا إن شاء الله محور حديثنا عن الترف العصري حقيقة، اللي اليوم للأسف الشديد يعني مثل ما نقول يزعزع الكيان الاقتصادي للأسرة. بداية أستاذ حسنين، متى نطلق على بعض من المصروفات على إنها ترف عصري؟ تفضلوا. بداية صباح الخير، شكرا لكم لهذه الاستضافة، يا ربي نكون دائما عند حسن ظنكم وظن مشاهديكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ابتداء نتكلم عن الترف. هو شنو الترف؟ الترف يعني أن نعيش الحياة برخاء كثرة نعم. الحياة المترفة يعني هي حياة السراء. الشخص الشخص المترف هو الشخص اللي يقوم بإشباع حاجاته غير الضرورية، وإذا ما تعلم الشخص على إشباع حاجاته غير الضرورية راح يصاب بإدمان يدعى إدمان التسوق، وهذا الإدمان هو ورطة جديدة راح يصاب بها الإنسان. يعني مثل ما نعرف الدخل الشهري للفرد العراقي دخل محدود، فإذا ما كان الدخل محدود يجب أن تكون المخرجات أيضا محدودة، فإذا كان الدخل محدود والمخرجات محدودة صارت الحياة واقعية وطبيعية. يعني أنا أحتاج بالشهر مثلا لحياة طبيعية مثلا 700,000 دينار، وداخل لي 700,000 دينار، فاللي دخلت بيد اللي طلع، فأنا راح أعيش حياتي بشكل طبيعي. لكن إذا ما بديت أنا أتجه لخارج القائمة اللي أنا أحتاجها، أنا رايح أشتري مثلا ب5,000 واشتريت ب20,000، هذا اسمه إدمان التسوق. إدمان التسوق هو إدمان سلوكي يتضمن يعني شراء قهري كوسيلة للشعور بالرضا. حتى بعض الناس يتجه للإدمان التسوق بسبب مثلا أكو مشكلة ذاتية، مشكلة نفسية، يتجه التسوق القهري حتى محاولة لملء فراغ عاطفي مثل شعور بالوحدة، عدم السيطرة، عدم الثقة بالنفس. فأحيانا الترف يؤدي إلى إدمان التسوق.
نعم. طيب أستاذ حسنين، الآن من خلال حديثكم وكأنما تشير إلى مسألة أنه هذا يعني الشراء الزائد عن الحاجة هو حالة نفسية حتى أعوض بها، لكن في بعض الأحيان نتساءل أنه شنو سبب ازدياد هذه الحالة؟ يعني لماذا السلوك الآن بدأ هذا الموضوع بدأ يزداد عند السيدات وعند الكثير، وخاصة نشاهد مواقع التواصل بها الكثير من يعني المواقع اللي بدأت تبيع ويعني تروج لبضائعها على مواقع التواصل، ونشاهد الكثير بدا حتى يطلب يعني مستذلا عن طريق التوصيل، اذا كنت اني ما اقدر انه اذهب واتسوق فممكن انه اني اوصي، فاني متعه التسوق هي ما موجوده ولكن هذه الرغبه المتزايده بالشراء. اذا من خلال كلامك هل فعلا هو فقط هو مساله نفسيه ام هو سلوك انا اعتاديته او شفت زملائي او صديقاتي دا يشترون واني يعني اندمجت بهذا السلوك، اقدر اسيطر عليه على هذا الموضوع لو ما اقدر اسيطر عليه؟ تمام. هو الموضوع صراحة أكثر من رافد لهذا المنتج، أكثر من سبب لهذا الخلل. يعني أولا هو من الممكن يكون الشعور بالحرمان هو راح يكون على رأس سلوك الشراء اللا إرادي، من يشعر الإنسان بحرمان أو ما عنده، وبشكل مفاجئ يكون عنده البحبوحة البسيطة اللي يجي رأس الشهر الراتب يروح ينفجر على مركز التسوق حتى، وهذا يسبب له بالأخير خلل مالي في منتصف ونهاية الشهر. أيضا أحيانا سبب آخر هو هروب من مشكلة. يعني بعض الناس من تكون عنده مشكلة، سواء مشكلة اجتماعية، مشكلة نفسية، قلق، غضب، من الممكن يفرغ هذا المشكلة النفسية باتجاه اللجوء الى فعل الشراء اللا ارادي. هنا انا راح ينطي شعور للشخص، احساس قد يكون هو احساس وهمي، احساس بانه يمتلك سيوط السيطره من جديد على الغضب او القلق. احيانا يعني هذا الموضوع يكون حاجه الشخص الى يبعد عن التفكير بامور تسبب له الضيق. الرغبة بالبحث عن المخاطر. بعض الناس ما يحبون يعيشون حياتهم بشكل سلس وطبيعي، يبحثون عن الأكشن بحياتهم، فإذا حاول يصرف راح يعاني في نهاية الشهر إلى الضيق والقلق. فهذا المخاطر والقلق والمغامرة هو واحد من الأسباب. وكو سبب يعانى من عند بعض الأخوات، بعض النساء، هو تكون عينها على أختها، عينها على صديقتها. صحيح. وهذه مشكلة، إنه من تكون عينها شجترت لانة تكون أنا أصير مثلها وأحسن، شنو يفرق أو تفرق هي عني؟ صحيح. إذا بدأت تفكر، أو أحيانا حتى عند الرجال يكون هذا قميص، هذه ساعة حلوة، هذا ملبس حلو، يوم طلعة حلوة، سفرة حلوة، لأن راح تركيا، وخصوصا إنه هسه مثلا أريد أسافر، تجي السفرة مثلا بالتقصير سهلة، أو هي أنت تشوفها سهلة بس بالواقع أنه متراكم عليك مالي، بالإضافة لاحتياجات الأكل، احتياجات الأقساط، باقي الأمور، الحياة راح تسبب لك خنق لحياتك. أيضا بعض الملابس، بعض الأشياء، هذا كله يسبب لك ورطة. يعني أستاذ حسنين، اليوم ذكرت يعني من أحد أسباب اليوم الترف العصري الذي يؤدي بالتالي إلى زعزعة الكيان الاقتصادي للأسرة هو الغيرة. أيضا إذا توافقنا بالرأي، وذكرت سوزان هذا المحور اليوم، دور المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي إلها دور كبير جدا في مسألة الترف. يعني اليوم أثناء مثلا نقلب على مواقع صفحات التواصل الاجتماعي يعني حددت موضوع مهم جدا، مو فقط النساء، يعني حتى الرجال اليوم عندهم هوس بالشراء، يعني من خلال شراء الساعات أو الأحذية أو التراكات اللي تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب اليوم احنا كيف نستطيع ان نقلل هذا الادمان وهذا الهوس من الشراء، وبالتالي هذا الشيء راح يؤدي الى مثل ما نقول الكيان الاقتصادي للأسرة تنهار. وانت ذكرت اليوم اكثر العوائل العراقية دخلها محدود يعني، فكيف نستطيع التغلب والسيطرة عن هذا الادمان؟ تفضل. نعم، ابتداء ذكرت موضوع مواقع التواصل الاجتماعي. الحياة الآن في 2023
في هذه الألفية حياة سريعة جدا. لو ننظر الموضوع، أنتوا الموضوع حلو مسميه الترف العصري، يعني الترف الآن يختلف عن الترف سابقا. صحيح. يعني سابقا، يعني لو نتخيل نفسنا هسه احنا مثلا ب 1960 1970، كيف شكل الترف؟ ممكن تكون ساعة حلوة، ممكن ملابس حلوة، ممكن عربة ربل، هذا الفتشي حلو، خلاص انتهى الموضوع. لكن ب 2023 بعصر السرعة، دخول السوق للمنزل، كان الإنسان يروح يصرف، من يريد يصرف يروح للسوق، حتى السوق يجاك للبيت، يجاك بالموبايل. هنا راح يسبب لك سهولة بالشراء، يعني هذه النقلة النوعية بالحياة التكنولوجية. يعني احنا لو نشوف النقلة شلون صارت، يعني قبل كنا احنا نصعد على الدرج، هسه الدرج قام يصعد بينا، درج الكهرباء والمصعد. شوف كان القلم عن طريق المحبرة وكذا، هسه صار المحبرة بنص القلم. اكو نقلة سريعة بالحياة. هذه النقلة كنا احنا نروح للسوق، حتى المخضر، حتى كل شيء كنا احنا نروح، قام السوق يجينا للبيت. نعم. طيب والحل استاذ؟ الحل يعني الآن أنت تتحدث عن مسألة، ممكن أنه نضع بعض الحلول، نقول أنه إحنا ما نذهب للسوق، هذه واحدة من الحلول اللي ممكن نطرحها، أنه أنا ما أذهب للسوق، أو إذا يعني أتوجه للتسوق أخلي بمحفظتي مبلغ معين محدد، بحيث أنه حتى لو أشوف بعض أشياء ما أشتريها. هنا على شنو راح أشتغل إذا هو مثل ما تقول هو التسوق وصل للمنزل؟ عفوا بس بالاخير ما فهمت، ما سمعت لي السؤال. هو انه طرق المعالجه لهذا الموضوع، احنا في واحده من الطرق اللي بيناتنا السيدات نتناقش بهذا الموضوع، انه اقول انا اليوم ما اطلع للسوق حتى ما اشوف اشياء واشتريها، او واحده من الحلول اللي احنا نستخدمها انه اخلي بمحفظتي مبلغ محدد حتى من اشوف اشياء، حتى لو اريد اشتريها ما اشتريها باعتبار ما عندي هذا المبلغ. شنو اسوي لما انا يعني ذكرى زميلتي انه مواقع التواصل اللي انت ذكرت انه وصل بالمنزل داخل المنزل، شلون اسيطر على هذا الموضوع؟ تمام. بداية إذا عرفت السبب بطل العجب. إحنا إذا عرفنا أنه شنو السبب اللي أدى إلى الإدمان، ليش أنا إذا أدمن، لأنه مثلا أنا عندي غضب وقلق وراح أروح أشتري، أنا الموضوع ما له علاقة بالشراء والفلوس للجيبي، الموضوع له علاقة بالغضب، ما تكون أنا عالج الغضب. فالمواجهة أولا الإرادة، والمواجهة هي راح تحسب الأمر. يعني أنا إذا كنت أنا عندي غضب بداخلي من موضوع معين، أنا اليوم متعارك وعندي خلل ويا الموظف ويا مدير ويا كذا، وراح أروح أفرغ الغضب بالشراء. حتى لو كان جيبي 1000 أو 100 ألف، أنا راح أصرفهم بنفس الطريقة اللي أنا بدي أحس براحة كأنه إدمان. هذا أولا. ثانيا قلنا إحنا حكينا عن التطور العصري، حتى الفلوس صارت عن طريق البطاقة الائتمان بجيبي بالماستر كارد. صح. فببساطة وأنا ممدد ببيتي بدون وجع قلب، قبل بوجع قلب ممكن أحسب ورقة 2 10 ورقات وأطين وأحس وأفكر به، حتى وأنت ممدد ببيتك من الممكن أن ترسل إيش قد سعر المادة، أطي رقم البطاقة الائتمان مالتي وأشتري. إذا تعلمنا أنه ما نشتري عن طريق بطاقة الائتمان، خلي أروح أنا أشتري الحاجات اللي أحتاجها وفي الورقة اللي عندي بالشهر. إحنا بداية الشهر كن نكتب إحنا شنو احتياجاتنا، عندي مثلاً راح أعزل 100 ألف راح أشتري بيها فلان موضوع. نعم. هاي 100 ألف إذا صارت 110 10 خذتها من غير مكان. أيضاً يعني أكون نصائح من المحيط، مرات زوجي زوجتي كذا صديقي، أحياناً نصائح ينصحنا أو أهل، كون أنا أستمع لهم. وأكو موضوع مهم حضرتك طرحتي، إنه لا تستورد إلا للضرورة، لا تطلع تشتري إلا للضرورة، لأنه مجرد دخولك للسوبر ماركت أو للأسواق الموضوع مغري، أو ممكن حتى بالفيسبوك طريقة الإعلان المثير المغري راح يجبرك أن تشتري حتى الأشياء اللي أنت ما محتاجها أو الأشياء اللي عندك بالبيت. صحيح. أنا أعتقد من وجهة نظري هذه بعض الأمور اللي ممكن تساعدنا على الحد والتخلص، الحد من الإدمان. نعم، أحسنتم. إذن كل هذه الأمور اليوم تتوقف على عاتق الزوج والزوجة اللي هم أصل الأسرة. يعني للأسف الشديد إحنا إذا صار عندنا إدمان بالصرف والشراء، هذا الشيء أيضا راح ينعكس للأسف على أولادنا، وبالتالي راح بالمستقبل يتأذون من هذا الشيء، ما يستطيعون الادخار، راح يصير عندهم وهاهس بالتسوق. حتى لا سامح الله اليوم أنا عندي أستطيع الصرف على أولادي وعلى أطفالي وأوفر لهم فت حياة هانئة وحياة آمنة، لكن أنا ما ضامن المستقبل،
فالطفل ما يعرف هذا الشيء، يريد دائما هو صحيح. نفس اللي وفروه أهله يريده دائما على كل مراحل عمره، فيجب أن يكون هناك عندنا ميزانية حتى الطفل مثل ما نقول يتلائم مع جميع الظروف اللي تمر أو يمر بها العائلة. نعم عفوا، موضوع الأطفال، الطفل يتعلم بالتقليد لا بالتلقين. نعم. الطفل يتعلم بالتقليد، فإذا كان سلوكك أنت باذخ من الأسلوب أنه تصرف بدون وجع قلب، تتبع قانون الأصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، إذا اتبعت هذا القانون وتعاملت بهذه الطريقة بالتأكيد راح يتعلم ابنك هذا سلوكك، وراح يكون ابنك راح سلوكه باذخ، ما راح يهتم بحاجاته، راح يعرف انه راح اصرف ما في الجيب وياتيك ما في، شلون راح ياتيك ما في الجيب اذا انت ما عندك الخطه المرسومه لنهايه الشهر، فراح ما راح تعلم ابنك شلون يدخر او يتعامل بالفلوس على اقل تقدير او بحاجياته، ما راح يهتم بحاجاته. اليوم بنطلوني ضاع او انشق بنطلوني او صار خلل بقلمي، بابا راح يجيب لي قلم. احسنت. ما راح تكون اكو لذه واهميه للاشياء البيده على اعتبار أكو من راح يجيبي، ما راح تعلم ابنك على هذا الموضوع. كل حديثكم أستاذ حسنين طيب ومفيد، ولكن مثل ما أنا انتبهت إلى موضوع جدا مهم من خلال حديثك، وأعتقد هو حل لكل هذه المشكلة، ذكرت أنه هذه المسألة أو مشكلتها هي أساسا أنه هو عبارة عن سلوك مو هو السبب، فأنا أروح أخلي أعالج السبب إذا كان عندي نقص ثقة، إذا كان عندي غضب، إذا كان عندي فراغ، فأشغل هذه الأمور وأحسن وأصحح المشاكل اللي موجودة عندي، فبالتالي هذا السلوك اللي هو الشراء الزائد أنا ما راح أوقع به. حقيقة جدا مهمة هذه معلومة، وإن شاء الله تكون أيضا وصلت للجميع. الأستاذ حسنيان علي مدرب مهارات التفكير والتواصل، شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات اللي تفضلت بها. شكرا إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذن حقيقة جميلة هذه المواضيع، ومثل ما ذكرت قبل قليل وضع أيدي على تقريبا المشكلة اللي ممكن تصير وياي. نعم وتصير ويا صديقاتي. يعني اليوم هذا الترف العصري يعني آفة. يعني احنا قبل مثلا لما نشتري فد تخم ومماعين هذا نظل بي مثلا على مدار سنه وسنتين حسب قابليتي، هسه لا اليوم حتى لو ما بيشي حتى في شهر رمضان المماعين شكل، شهر شعبان المماعين شكل، يعني هذا الشيء يؤدي الى تهديد وهدم الكيان الاقتصادي للاسره، وبالتالي ما راح يستطيعون توفير المستقبل الآمن لأولادهم. صحيح. ممكن في البداية يعني مثل ما ذكر قبل قليل، قبل احنا ترى ذا نحكي واقعيا احنا ما كانت عندنا هذه الإمكانية، ما كانت عندنا هذه الرواتب والبذخ، كنا في فترة حصار، فمثل ما ذكر قبل قليل واحدة من الأسباب انه الإنسان ما كان يعني متشبع بهذه المواضيع وما كان متمتع بهذه الأمور، لكن اعتقد اخذنا وقت كلش كافي، الآن اصبحنا كل احنا صار عندنا هذا الوعي. سوزان يعني حتى قبل الحصار يعني كانوا امهاتنا يدبرون يعني ما يبذخون بالنسبة لشراء الملابس، الأطباق، شراء الأشياء للمطبخ، ما عندهم فد تبذير وفد بذخ بهذا الشيء. اليوم كانت لا قناعة. يعني أصبح الشيء حتى الما عنده والما عندها يعني تجبر للأسف زوجها بأن تكون يعني هي مرتقية بمستوى صديقاتها وجيرانها بأن تقتني الأطباق الفاخرة والأطباق اللي تتلائم مع احتياجاتها، فاحنا نتمنى ان يكون ان شاء الله هناك تعاون بين الزوج والزوجه لتامين المستقبل لهم والاولاد. احسنتم. اذا ان شاء الله يكون حديثنا مثل ما ذكرنا قبل قليل مهم لجميع السيدات، وان شاء الله الصحه، السلامه، الامان، الاستقرار، كل هذه الامور ان شاء الله تتوفر في منازلنا، هي هذه اهم كنز ممكن انه نوفره في منازلنا حتى نشعر بالرحاه والاستقرار. ان شاء الله نتواصل واياكم مشاهدينا الاكارم، ولكن بعد هذا الفاصل. الكينا أو الكافور جنس نباتي شجري ينتمي إلى الفصيلة الآسية دائمة الخضرة. يعتبر الكينا من أطول الأشجار ذات الأخشاب الصلبة في العالم، فقد يصل ارتفاعها إلى أكثر من 60 مترا. هناك أكثر من 600 نوع من أشجار الكينا حول العالم، ويمكن غرسها حتى ارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر. الموطن الأصلي لهذه الشجرة أستراليا وتسمانيا، وتم نقلها إلى أوروبا وبلدان البحر الأبيض المتوسط. تنمو هذه الأشجار قرب مجاري المياه والأماكن الرطبة، وتستهلك كميات كبيرة من المياه.
فوائد شجر الكينا كثيرة جدا، فبالإضافة إلى الاستفادة من أخشابها وأغصانها وأوراقها، تستعمل كطارد للبعوض من خلال زراعتها قرب المستنقعات لتقوم بتجفيفها. لها استعمالات طبية كثيرة، خاصة ما يتعلق بالجهاز التنفسي، وتدخل في صناعة العديد من الأدوية المعالجة للالتهابات. يستعملها مربو النحل كمرعى خلال فترة الإزهار. الغار أو الرند أو عصا موسى، جنس نباتي شجري معمر دائم الخضرة. الموطن الأصلي لأشجار الغار دول حوض البحر المتوسط، يتراوح ارتفاع الشجرة بين مترين إلى 10 أمتار، ذو ساق جرداء، له فروع منتصبة وأوراق خضراء قاتمة لامعة من الأعلى. أما أزهاره فهي تتجمع على شكل عناقيد ذات لون أبيض مصفر، والثمرة تشبه حبة الزيتون بداخلها بذرة واحدة. تتميز شجرة الغار برائحة عطرية مميزة تنتشر مع الريح. تحتوي الأوراق على زيت طيار، وأهم مكوناته السينول، اليوجينول، الميثيل وغيرها. كما تحتوي الثمار أيضاً على زيت عطري يحتوي السينول، سيترال، سيناميل أسيد وغيرها، كما تحتوي على دهون ثلاثية ومواد أخرى. للغار استخدامات طبية كثيرة، سواء في الطب القديم أو الحديث. تعتبر أوراق الغار رمزاً للانتصار لدى الشعوب القديمة، حيث كانت تصنع منه الأكاليل وتوضع على رؤوس العظماء. وأهم ما يستخدم الغار في صنع الصابون الذي يحافظ على البشرة والجمال. حياكم الله مشاهدين الكرام. طبعا بعد هذا الفاصل نقول ولله في خلقه شؤون. سبحان الله، من شجرة كيف لها هذه الفوائد، وأيضا بعض الشعوب كانت هذه الشجرة لهم رمز للانتصار ويعملوها مثلا مثل التاج على رؤوس المنتصرين. وللغار يعني ورق الغار احنا مثل ما نعرف فوائد كثيرة جدا. إذن مشاهدين الكرام، ما زلنا بهذه الأجواء وما زلنا بجمال صنع خلق الباري عز وجل، راح نتحدث اليوم عن نبات الأوركاريا اللي هو نبات يعتبر نبات شمسي، شكله مثل الشمسية، وأيضا يعتبر من جنس الصنوبريات. راح نتعرف أكثر عن هذا النبات مع المهندس سعد الطائي وفقرة الركن الأخضر. عليكم. فقرة جديدة من الركن الأخضر راح نتكلم بها عن نبات الأوركاريا. يعتبر نبات الأوركاريا من النباتات الظلية الجميلة، يتميز بأوراقه وسيقانه الجميلة. كذلك نبات الأوركاريا يعتبر من النباتات الظلية اللي يحتاجها المواطن داخل منازلهم، تتحمل ظروف الظلية وإضافة إلى ظروف درجات حرارة ورطوبة البيت. يتميز نبات الأوركاريا بأوراقه الجميلة، أي يحتوي نبات الأوركاريا على وريقات، من يعني ورقة مركبة من وريقات، هذه وريقات ومجزئة على شكل ورقة كاملة. تتميز الأفضل أن يكون الوريقات كبيرة الحجم وذات لون أخضر ناصع. دائما ما توجد الأشواك على ساق الأوركاريا، هذه كحماية من الظروف الخارجية أو الظروف القاسية على النبات. يعتمد نبات الأوركاريا على بعض الأنواع أو بعض السماد الكيميائي، مثلا يحتاج بين فترة وأخرى إلى عنصر النيتروجين. هذا عنصر النيتروجين يحفز الأنسجة النباتية على تكوين الأوراق وكذلك تكوين السيقان. الترب الذي يزرع بها نبات الأوركاريا هي ترب خاصة، مثلا يحتاج إذا كمية قليلة من البرلايت مخلوطة مع البتموس. البتموس فائدته أنه يحتفظ بالرطوبة والمواد العضوية والمواد الكيميائية لفترة أطول. البرلايت هو كمسامات بينية للجذور لعدم إصابتها
بالفطريات وتقوية الجذور بين المسامات البينية الموجودة بالتراب. بين فترة وأخرى يحتاج تبديل التراب الأريكارية، لأن التراب اللي موجودة به عندما تتزاحم الجذور داخل هذه التراب راح يكون النمو مالتها بطيء، إضافة إلى النمو أساسا في نبات الأريكارية بطيء جدا. بعض المواطنين يسألون عن نبات الأريكارية يبقى متحجم ويبقى على نفس الحجم. ننصح أي مواطن أن يزيد حجم السندان ويزيد حجم التربة، لأنه حجم الجذور مع حجم الأوراق لازم يكون متناسق. دائما ما يصاب نبات الأريكارية ببعض الفطريات نتيجة الإفراط بالسقي، إضافة إلى الظروف البيئية اللي يتعرض لها النبات. قلل من عمليات السقي على نبات الأريكارية اللي موجود داخل المنازل، لأنه نبات الأريكارية لا يحتاج إلى كميات كبيرة جدا من الماء، وهذا يكون ضرر عليه إذا كان الإفراط بالسقي. طريقة إكثار نبات الأريكارية: يتكاثر نبات الأريكارية بطريقة وطريقة شائعة، وهي عن طريق الأقلام أو العقل، حيث يتم قص الشتلة، قص العقلة الناضجة من الشتلة ووضعها في ترب خاصة مع معقمات، مع سماد، مع منظمات نمو، ووضعها في داخل بيوت خاصة في الإكثار لحين تكوين الشتلة، وبعدها تنقل إلى صناديق خاصة وبعدها يتم تسويقها. هذه المعلومات اللي قدمناها لكم إن شاء الله استفاديتم من عدها. نلتقيكم في فقرة أخرى ونبات جديد. مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم، وحقيقة شاهدنا هذا النبتة اللي حقيقة موجودة في منازلنا وبها فوائد كثيرة، بالإضافة إلى الأمور الجمالية أيضا نأخذ من عندها حكمة. سبحان الله، في النباتات ممكن اللي يتأملها يأخذ الكثير من الحكمة، بالإضافة إلى الراحة النفسية. الكثير من عندنا يشاهد أنه عندما يبذر بعض البذور ويضعها في التربة يتفاجأ في بعض الأحيان بأنه حسب ما زرع وحسب ما غمر في تلك التربة وحسب ما اهتم بها وسقاها واعتنى بها وحسب ما كانت تلك التربة صالحة، ممكن أنه تخرج تلك النبتة بزهرة أو ممكن تكون صبار، كل اللي راح يخرج من تلك الأرض حسب ما أنت زرعت. فجميل أنه نهتم بهذا الموضوع ونتفكر به، أنه أنا إذا أردت في الطيب أو في أمور خيرة تكون موجودة بحياتي، خلي أراجع نفسي أنه أشوف أن أنا بحياتي شنو زرعت، سواء مع الناس أو سواء ببعض القضايا. في بعض الأحيان بعض الشخصيات تقول أنه أنا شنو بسوي بحياتي حتى صار وياي هيك مواقف وهيك عكوسات أو هيك أمور ما تتحقق مثل ما أنا أريد. نرجع ونقول الناس اللي أنت تعاملت وياهم، اللي أذيتهم أو اللي أنت فدتهم، هم راحوا، لكن طيب العمل اللي أنت زرعته موجود عند الله سبحانه وتعالى، راح يثمر بعدين بعد سنين طويلة. جميل. يعني اليوم ربطتي جمال الطبيعة والخضار بالإنسان وما يزرعه. صحيح. اليوم يعني في حياته، وحتى هذا الشيء يستطيع أن يستثمره أثناء مماته، يعني يترحمون لهذا الشيء. وأيضا نرجع إلى الموضوع الأساسي وهو اليوم الاعتناء بالحدائق وبالزرع. هذا الشيء أول شيء يعطينا فد أمل، فد تفاؤل، فد طاقة إيجابية. صحيح. يحافظ على البيئة، يحافظ على التربة من الانجراف. كثير اليوم من العوامل اللي تساعد وتطينا فد إلمام ومواضيع حلوة، ومن هاي الأمور الاهتمام بالنباتات، وخاصة النباتات اليوم في منزلنا أو في خارج منزلنا. احنا أخذنا معلومات بركن الأخضر شلون نعتني بها، ولكن نحتاج شيء ثاني اللي هو النشرة الجوية حتى نعرف بها أحوال الطقس والمناخ. بدينا نشوف أنه بعض النباتات بدأت تزهر حتى نتأكد من درجات الحرارة ونبدي يعني نهتم بهذا الموضوع والزراعة. خلينا نأخذ المعلومات الأكثر من زميلنا مصطفى ستار. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. أسعد الله صباحكم زميلاتي، صباح ولكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وصباح التفاؤل إن شاء الله. الله يبارك فيك مصطفى. ما مدى اهتمامك بالنباتات؟ وخلينا نتكلم عن النباتات في داخل المنزل. يعني حقيقة هو موضوع كلش مهم، بس أنا يعني ما عندي خلق يعني هاي موضوع النباتات والحيوانات. نعم. بس بشكل عام يعني حديقتنا احنا بها موضوع النارنج
الخضروات وكذا، عندي الوالدة مهتمة بهذه الأمور. الله يحفظ لك إياها إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. طيب مصطفى، خلينا نتكلم على درجات الحرارة، وكيف هل يعني الجو مثل ما نقول استقر أو هناك تغيرات مناخية راح تطرأ على بلدنا؟ اكو تغيرات او يعني منخفض يعني بسيط قادم من تركيا، طبعا بردا وسلاما على جميع سكان تركيا اللي حقيقه امين على سوريا الحبيبه. نعم فعلا جنوب تركيا وشمال سوريا، وايضا لاحتنا بعض المحافظات، لكن الضحايا للاسف يعني كانوا في تركيا وسوريا الاعداد الاكبر. هذا المنخفض يعني ستلامس ايضا او ستنخفض عن حتى الصفر في منتصف يعني ساعات المساء، راح تكون الاجواء بارده اكثر بروده من الايام اللي سبقتنا. يعني الايام الماضيه يمكن كانت ربيعيه، الناس صحيح. يعني حسوا اجواء ربيعيه، لكن هذا الاسبوع راح يكون ببروده اكثر. احسنت للتنويه. خلينا ناخذ تفاصيل اكثر ودقيقه لكم الحديث، تفاصيل اكثر عن حاله الطقس بعد هذا الفاصل القصير. من جديد أهلا بكم سادتي المشاهدين أينما كنتم، بكل خير في صباح جديد، والتي تأتيكم مع نشرة الأنوال الجوية ضمن برنامج صباح كربلاء. البداية كالعادة بتصريح رسمي من قبل هيئة الأنوال الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن حالة الطقس في البلاد اليوم الأربعاء. نبدأ كالعادة من المنطقة الوسطى، الطقس سيكون غائم جزئي يتحول إلى غائم مع فرص لتساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة، درجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، أما فيما يخص الرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، تنشط خلال النهار في أقسامها الغربية لتصل هذه الهبات ما بين 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة، أما مدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر. من المنطقة الشمالية الطقس سيكون غائم مع تساقط زخات مطر وثلوج في أقسامها الجبلية، درجات الحرارة أيضا تنخفض قليلا، الرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية سيكون من 5 إلى 7 كيلومتر. أخيرا المنطقة الجنوبية الطقس سيكون صحوا إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، الرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، وتنشط خلال النهار في أقسامها الغربية لتصل هباتها ما بين 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر. أما درجات الحرارة المتوقعة في عراقنا الحبيب فهي كالتالي. نبدأ كالعادة من العاصمة الحبيبة بغداد، أجواء ستكون غائمة جزئيا في بغداد، 6 درجات فقط صغرى وعظمى، متوقع أن تصل إلى 13 درجة مئوية. أيضا إلى جنوب العراق حيث البصرة الفيحاء، والأجواء ستكون غائمة جزئيا كذلك في البصرة، 9 درجات صغرى وعظمى، متوقع أن تصل إلى 18 درجة. شمالا حيث أربيل كما تلاحظون تساقط الثلوج في أربيل، أجواء غائمة تماما، الصغرى 4 والعظمى متوقع أن تصل إلى 9 درجات مئوية. في محافظتنا المقدسة كربلاء أجواء ستكون غائمة جزئيا كما نوهنا، 8 درجات صغرى وعظمى 15 درجة مئوية بحسب المختصين. جنوبا حيث ذي قار والأجواء الغائمة جزئيا، 16 درجة مئوية ستصلها درجة الحرارة في ذي قار، والصغرى ستسجل أو سجلت 8 لهذا اليوم. أيضا شمالا حيث السليمانية والأجواء الباردة هنالك مع فرص لتساقط الثلوج لا سيما في القمم الجبلية، درجتين فقط صغرى وعظمى، متوقع أن تصل إلى 7 درجات في السليمانية. في بابل تحديدا الأجواء ستكون غائمة جزئيا هنالك في بابل، الصغرى لهذا اليوم سجلت 8 درجات والعظمى متوقع أن تصل إلى 15 درجة عفوا. جنوبا حيث ميسان والأجواء الغائمة جزئيا كما تلاحظون، ما رصد وشخص لهذا اليوم 8 درجات صغرى وعظمى، متوقع أن تصل إلى 14 مئوية. شمالا حيث إدهوك وكما تلاحظون تساقط الثلوج لا سيما تراكم الثلوج في القمم الجبلية، 4 درجات صغرى وعظمى، متوقع أن تصل إلى 10 مئوية فقط. إلى غرب العراق حيث الأنبار وأيضا تساقط للأمطار في الأنبار، 7 درجات مئوية كصغرى وعظمى، متوقع أن تصل إلى 11 بحسب المختصين.
في محافظة النجف الأشرف تحديدا الأجواء ستكون غائمة جزئيا هنالك في النجف الأشرف، أما الحرارة التي رصدت لهذا اليوم 7 صغرى وعظمى متوقع أن تصل إلى 15 درجة بحسب المعنيين. في الديوانية سجلت لهذا اليوم درجات الحرارة الصغرى 8 والعظمى 15 والأجواء ستكون غائمة جزئيا هنالك في محافظة الديوانية الحبيبة. شمالا حيث الموصل وأيضا استمرار تساقط الأمطار والأجواء الغائمة تماما كما تلاحظون 3 درجات صغرى وعظمى متوقع أن تصل إلى 11 درجة مئوية. في محافظة ديالى الحبيبة الأجواء ستكون غائمة جزئيا وممطرة الصغرى لهذا اليوم 12 وتبقى كذلك العظمى. في محافظة واسط الحبيبة كما تلاحظون الأجواء غائمة جزئيا الصغرى لهذا اليوم 8 والعظمى متوقع أن تصل إلى 15 درجة مئوية. أيضا في صلاح الدين ستكون الأمطار متوفرة في هذه المحافظة كما تلاحظون أجواء غائمة جزئيا درجات الحرارة 9 درجات والعظمى متوقع أن تصل إلى 23. أخيرا في محافظة المثنى كما تلاحظون أجواء ستكون غائمة جزئيا في المثنى الصغرى لهذا اليوم 8 والعظمى متوقع أن تصل إلى 16 درجة مئوية. أيضا وسادتي المشاهدين عن زلزال تركيا وسوريا، أكد علماء الزلازل أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7.8 بحسب مقياس ريختر، وقد يكون هذا الزلزال أحد أكثر الزلازل تسببا في وقوع ضحايا للأسف الشديد خلال السنوات العشر الماضية، حيث تسبب في صدع يمتد طوله ما يزيد عن 100 كيلومتر بين الصفيحة الأناضولية والصفيحة العربية، وبهدف تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فتح العراق جسرا جويا إلى كل من هذه الدول لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة التي تتضمن مواد طبية طارئة وإسعافات أولية وكذلك مستلزمات للإيواء والإغاثة وكميات من الدواء والوقود، ويأتي هذا التعاون في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية. أيضا تحدث هذه الزلازل علميا عندما تحتك صفيحتان تكتونيتان مع بعضها البعض ويتمزق ما بينهما، وعلى قدر هذا التمزق تكون قوة الزلزال، والصفائح التكتونية هي طبقات القشرة الأرضية العليا التي يبلغ سمكها حوالي من 100 إلى 150 كيلومترا وتتحرك بشكل بطيء ودائم. هنالك عدة مناطق في العالم تعرف بأنها مهددة بالهزات الأرضية والزلازل أكثر من غيرها، وذلك بسبب النشاط الزلزالي الذي يرتكز في عدة مناطق جغرافية ويسمى بالأحزمة الزلزالية، وهذه الأحزمة النارية الزلزالية تكون ضيقة جدا الشيء الذي يؤدي إلى حدوث الزلزال بعد تحرك الصفائح التكتونية المكونة للغلاف الصخري الخارجي في اتجاهات متعاكسة، ويتمركز خط الزلزال في 3 مناطق رئيسية على سطح الأرض وهي حزام زلزال المحيط الهادي وحزام زلزال القلب وكذلك المحيط الأطلسي. وأقوى زلزال مسجل في تاريخ القياس حدث عام 1960 للميلاد في تشيلي بالقرب من مدينة فيفالديا جنوبا، وكان قد كشف عن زلزال قديم في نفس الدولة قبل 3800 عام تقريبا، فإن قوة هذا الزلزال بلغت حوالي 9.5 من مقياس ريختر وأنتجت تسونامي هائلا. أيضا أخيرا كتب الدكتور صالح محمد عودة في جامعة بغداد بالتحديد في كلية العلوم بحثا منشورا بعنوان اصطفاف كواكب المجموعة الشمسية تسبب المد والجزر والزلازل، تتفاعل كواكب المجموعة الشمسية مع بعضها البعض لتؤثر في توليد الزلزال أو الزلازل عن طريق ضغوط الجاذبية الناشئة عن اصطفاف كواكب النظام الشمسي التي تسبب تباطؤا في سرعة دوران الأرض، هذا بدوره يحفز صفائح الأرض التكتونية على التحرك لتوليد الزلزال الناتج عن نشاط الصدوع.
هذا كل ما رصد وشخص سادتي المشاهدين من درجات حرارة في العاصمة بغداد، وكذلك معلومات عن الطقس بالإضافة إلى معلومات عن موضوع الزلازل. إن شاء الله بردا وسلاما لجميع سكان الكرة الأرضية بما يخص هذه الكوارث الطبيعية. هذه عودة للزميلات لتكملة باقي الفقرات. إلى الملتقى. حياكم الله وبياكم، وشكرا لمصطفى ستار على هذه المعلومات، وإن شاء الله بردا وسلاما على الجميع. مشاهدي الكرام، ما تبقى من الوقت أكيد خصصنا لكم من خلال سؤال وجولة التفاعل. السؤال اللي طرحناه على موقع الرسمي لقناة كربلاء الفضائية هو: ما الشيء الذي يكسر روتين حياتك؟ طبعا الأجوبة كانت مختلفة، كل إنسان وإلى طريقته في كسر الروتين. قبل ما نقرأ أنا وسوزان التعليقات، خلونا نذهب مع ماجد الأسدي اللي عد لنا هذه الجولة ثم لنا عودة. أسعد الله صباحكم أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الجولة الخاصة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال جولتنا لهذا اليوم يقول: ما هو الشيء الذي يكسر روتين حياتك؟ تعالوا معي أحبتي المشاهدين نستمع إلى بعض الآراء، ابقوا معنا. لا شك أن ضغوطات الحياة من العمل اليومي ومشاكلها المستمرة تسبب ضغط على الإنسان، ولكن دائما يلجأ إلى كنف الله سبحانه وتعالى، حيث يلجأ إلى زيارة المراقد المقدسة والصلاة والدعاء، ويذهب إلى العمرة وحج بيت الله الكريم. والحمد لله والشكر أن العراق مقر ل 124 ألف نبي ووصي ورسول، ونحن اليوم نزور الإمام الحسين عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مشاغل الحياة كثيرة ومتاعبها كثيرة، والالتزام خصوصا بالعمل قد يفرض عليك روتين أنت بعيدا عنه، ولكن قد غير روتينك بشغلات يعني تتقرب إلى الله، وهي طاعة أهل البيت والمواصلة لزيارة العتبات المقدسة والمراقد المقدسة لوجود الروحانية العظيمة فيها، ووصية رب العالمين في كتابه العزيز: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وطاعة رب العالمين وعبادته مقرونة بمواصلة أهل البيت وزيارة المراقد المقدسة. احنا اكثر الوقت واللي هو يعني متنفس لكل الزوار وكل الناس هي زياره اهل البيت عليه السلام. فافضل زياره الامام الحسين عليه السلام اللي هو شفيع الامه، اللي هو امام ابن الامام علي بن ابي طالب. الى هنا احبتي المشاهدين نصل واياكم الى ختام هذه الجوله الصباحيه، تقبلوا تحياتي وهذه عوده الى الزميلات في الاستوديو. Thank you.
مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم ونشكر الزميل ماجد الأسدي على هذا الاستطاع اللي أجراه حقيقة واللي شاهدنا بآراء مختلفة حول كيف تكسر روتين حياتك، وهذا السؤال حقيقة هو مطروح على الصفحة الرسمية على الفيسبوك لقناة كربلاء الفضائية. وصلتنا مجموعة من التعليقات، خلينا نتعرف على تعليقاتكم وآراءكم بهذا الموضوع. مثل ما ذكر الزميل تصير آراء مختلفة، يعني صح. عادة تكون متقاربة لكن هالمرة جدا مختلفة، رأي عن رأي آخر. نسمة الهواء تقول الخطار هو اللي يكسر روتين حياتي. بالفعل الخطار لما يجي شنو عندنا زياره، شنو عندنا تنظيم، كله راح نلغيه باعتبار انه اجانا يعني شخص ممكن راح ياخذ الكثير من وقتنا. هبه الله ايضا عندها راي اخر تقول اخذ يوم اجازه واستمتع بها كزياره العتبات المقدسه. احسنتم لهذا الراي، وباعتبار الان هذه فتره عطله الكل صح. لازم يستغل هذا الموضوع. اكيد. عبد الزهره يقول العمل، العمل أكيد يعني، بس مرات هم واحد يحتاج يأخذ إجازة من العمل. وحازم يقول أكيد التغيير، وأفضل تغيير هو السفر. أما حسين الكربلائي يقول الفراغ والسفر، ويبعث تحية إلى عائلته الثانية اللي مثل ما هو مسمينه صباح كربلاء. شكرا لك يا حسين. أحسنتم. أيضا أبو عبد الله البياتي يقول أحب الروتين والالتزام بمواعيد وتوقيتات روتين الإنسان. لو يمتلك روتين ونظام بكل شيء يكون نظامي، وأحسن ما يكون يومه يتخربط وحياته تتخربط. ويذكر مسألة أنه اللي يخربط حياته هو مسألة المرض إذا أصيب به، إن شاء الله الصحة والعافية بالفعل. ولكن في بعض الأحيان هذا الروتين المستمر اللي هي نفس الأعمال السبب في بعض الأحيان الملل لبعض الشخصيات. نعم. الأخت إيمان تقول أسعد الله أيامكم بكل خير وعافية وأيامكم إن شاء الله. تقول أكيد الروتين ممل جدا، وأعتقد التغيير ضروري حسب استطاعة الشخص مثل السفر أو غيره، لأنه يعطي طاقة متجددة للإنسان. تحياتي لكم. تحياتنا أيضا لي الأخت إيمان. طيب شوفي كربلاء جنتي شوية رأيها مختلف، تقول ماكو شيء اسمه روتين، أكيد أكو تغيير مثل صلة الأرحام، زيارة أهل البيت، عبادة، قراءة القرآن، اتصال تليفون، أسأل على الأهل والأصدقاء. إذن يعني ماكو شيء بروتين بحياته، لكن تحب تغير من حياتها من خلال هاي الأعمال اللي تقوم بيها. نعم. أما من سهير أو زاهر يقول تمام ننتظر البرنامج حتى نعرف. طيب انتظرت البرنامج وسعرفت كثير من الأشياء اليوم اللي تكسر روتين حياتنا. بعض الناس اتطرقوا إلى الزيارة، بعضهم اتطرقوا إلى العمل، بعضهم اتطرقوا إلى السفر، فأنت تختار واحدة منهم وإن شاء الله تكسر روتين حياتك. نعم. أيضا من جهاد جارود يقول الأعمال الدخيلة على التخطيط ولا تحتمل التأجيل، ويصعب لإنجازها معرفة التوقيت. نعم. أيضا من التعليقات الأخرى أم علي أيضا عندها موضوع جميل ولطيف، تقول السفر وزيارة الجوارين القدامى، يعني هي تكون الخطار صح. هي اللي تذهب وحتى تكسر هذا الروتين. شوفي صادق المعلق، صادق مهدي حسن يقول السفر وبين قوسين منفردا. نعم. إلى الأماكن المقدسة القريبة مثل كربلاء، الكوفة، النجف. طيب ليش منفردا؟ ليش ما تسافر ويا عائلتك ويا أصدقائك؟ بعد كل إنسان وإلى وجهة نظره، أكو إنسان يحب يسافر منفرد مثل ما ذكر الأخ، وأكو إنسان ما يحب السفر إلا ويا العائلة أو ويا الأصدقاء. إذن أمور كثيرة اليوم إحنا مثل ما نقول تكسر روتين حياتنا. وأهم شيء وأكثر شيء إحنا نستطيع أن نكسر روتين حياتنا هو العبادة والتقرب إلى الله وزيارة أئمة أهل البيت. نعم. يعني مثل ما نقول تنفرج همومنا وتتسع صدورنا عند النظر إلى الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. أيضا من التعليقات اللي مثل ما ذكرتي ملفتة، رياح الحنين تقول لا شيء، يعني هي بالعكس موجودة الكثير من الأشياء، ولكن في بعض الأحيان إحنا ما نعرف أنه أساساً شلون نتعامل مع هذه الأمور، أو ما نعرف أنه شنو الطريقة. فمثل ما أحد الشخصيات ذكر قبل قليل أنه خلينا نشوف البرنامج حتى نعرف، إحنا نفيد نفسنا باعتبار إحنا متعاملين مع هذا الموضوع، أو ممكن أنه ناخذ أخذنا الكثير من تجارب المعلقين وأيضاً من خلال الاستطلاع. شوفي كل الأشياء اللي موجودة بحياتنا لها قيمة ولها متعة، سواء كانت أكلة العائلة تحبها، سواء الذهاب، يعني شوفي الأطفال يحبون ترى أنه يلعبون بالحدائق وبالمتنزهات، لكن كل شيء يصير يومياً يصير ممل، راح يفقد أهميته. هواي أشياء كل يومية أخلي لي هدف،
في بعض الأحيان بعض الشخصيات تقول أنه أنا وصلت إلى مرحلة خلاص بعد ما عندي أهداف، أشوف المرحلة اللي ما عندي بها هدف يصير عندي حياتي. اليوم صار عندك ضغط من العمل وضغط من البيئة، ضغط لا سامح الله مشاكل، ردتي تكسرين هذا الروتين. إذا أريد أحكي على اليوم المحدد، يعني مو أحكي على المستقبل، شلون تكسرين الروتين؟ شوفي هو الروتين انت ايش وقت تحسين بيه اصلا؟ هو ما راح يجي بنفس اليوم، يعني مو انت بهذا اليوم حسيتي انه انت مليتي من هذا الروتين، هو الروتين لانه يستمر مثلا خلينا نقول شهر او اسبوع، فتره الامتحانات اللي مرينا بها قبل فتره، كلهم ضغط لانه دينعاد كل يوم اكو شغلات نقدر يعني نكسر. نعم. بعد شهر من الروتين شلون تكسرين الروتين؟ بعد شهر اي مو نفس اليوم، بعد شهر خلال هذا الشهر لا أنا صارت عندي أهداف جديدة. ممكن إذا تردين تقولين أنه أريد أغير المنزل، مرات تشوفي السيدة سواء إحنا موظفات ممكن يصير عندنا عملي بتجدد، يعني إحنا مثلا تقديمنا البرنامج هنا أو أي موظف ممكن عملي أنا كل يومية، صح هو أنا كل يوم دا أجلي البرنامج لكن المواضيع اللي دا أخذها كل يومية موضوع شكل، فممكن كل يومية دا ينطيني طاقة جديدة وموضوع جديد ومعلومات جديدة، فأنا دا أتطور ما راح يصير بهذا الملل. لكن إذا تنتبهين إحنا غيرنا ديكور، ليش غيرنا؟ لأنه نحتاج إلى أنه جدد. فربة المنزل إذا كانت داخل المنزل، شوفي مرات إحنا الغراض مرات إذا تغيرين مكانها، بس مجرد تغيرين مكان الأشياء تحسين نفسك هو هذا قصدي كل شيء تغير. يعني إذا اتضجتي من فد شيء وصار عندك ملل أو روتين مثلا تغيرين أثاث المنزل، مو يعني تغيير تشترين أشياء جديدة، حتى بالأماكن يعني مثلا هاي القنفة موجودة هنا أقدر أخليها هناك، التلفزيون بدالها أو الطبلة بدالها أو المزهرية مال الورد أغير الورد مالتها. صحيح. هاي الأشياء البسيطة اليوم إحنا نستطيع نكسر الروتين، بالإضافة اللي قلت أهم شيء هو العبادة، قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، خاصة هاي الأيام الفضيلة شهر رجب شهر شعبان، وإحنا مقبلين على شهر الخير والفضل والبركة شهر رمضان المبارك، كل هاي الأمور تكسر الروتين. وأهم شيء تكون هاي الأيام متوجة بتاج الصحة والعافية. أحسنتم. نسأل الله تعالى الصحة والعافية للجميع. أحسنتم. إن شاء الله دائما في تجدد على رغم من كل الأحوال مثل ما ذكرت قبل قليل، وإن شاء الله صحة وسلامة للجميع وعلى رأس أهم الأشياء اللي ممكن تكون ونكسر بها روتين اللي هي الصحة والعافية. إن شاء الله. إن شاء الله صحة والعافية وسلامة للجميع. مشاهدينا الأكارم وصلنا في هذه الدقائق إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لمن فاتته مشاهدة هذه الحلقة ممكن أنه يذهب إلى الموقع الرسمي لقناة كربلاء الفضائية على اليوتيوب، وبالتالي أيضا موجود هناك رقم خاص للواتساب والتليجرام نستقبل به اقتراحاتكم ومشاركاتكم.